أيضا تطور هذه المعلومات خلال اليوم كامل. إذا عندنا 4 مواعيد مع بعضنا بعض إن شاء الله، في كل موعد نأتيكم بما هو جديد. إذا نبدأ اليوم يعني بالمعطية الأساسية وهي الكتلة الناخبة. كتلة ناخبة يعني لأنها لابد أن نضبطها يوم الاختراع، ما آلت إليه يوم الاختراع. فاليوم الكتلة الناخبة حجمها 23 مليون و522 ألف و323. هذه الكور إلكترال اليوم بتحديد اليوم. وخارج الوطن، خارج الوطن عدد الناخبين 902 ألف 865. عندنا عدد القوائم المترشحة اليوم، لأن العدد مضبوط اليوم، لأن اليوم هي يوم المنافسة. القائمة اللي ما حضرتش اليوم معناتها راهي أقصيت، والقائمة اللي ممكن أتت متخلفة معناتها لم تقبل، وبالتالي عدد القوائم المتنافسة اليوم هو 2288. منها إذن تتوزع بين الأحزاب والقوائم المستقلة. ففيما يخص القوائم الحزبية فعددها 1080 ميل كاتروفان 1080، والقوائم المترشحة المستقلة عددها 1208. هذه القوائم عدد 2288 قائمة تحتوي على أو تحتضن عدد المترشحين الآتي ذكرهم: 22550، هذا العدد المضبوط اللي راهم متنافسين اليوم. هذه 22550 تتوزع بين 12086 مترشح فيما يخص القوائم المستقلة، و 10464 مترشح في القوائم الحزبية. كما يسجل من بين المترشحين 272 مترشح بالخارج. يعني هذا التفاصيل يعني اللي متوفرة إلى حد الساعة. عندنا فيما يخص عندنا فيما يخص المترشحات النساء، عندنا 8304 مترشحة. بعد نعطيك من المترشحين، منها 8193 مترشحة عبر التراب الوطني، يعني داخل التراب الوطني 8304 مترشحة، وفيها 111 مترشحة بالخارج، 111 امرأة مترشحة بالخارج. عندنا 13009 مترشحين أقل من 40 سنة، 13009 تغزمين نف مترشح أقل من 40 سنة. منهم 5743 مترشحة، معناتها من 13009 مترشح منهم أقل من 40 سنة، منهم 5743 مترشحة.
عندنا عدد مراكز التصويت اليوم 13414. عدد مراكز التصويت اليوم 13414، منها داخل الوطن 13300، وخارج الوطن 114، يعني 414 مركز تصويت خارج الوطن. وعدد مكاتب هذو المراكز التصويت، وداخل كل مركز تصويت كاين عدة مكاتب، مجموع المكاتب تصويت 61900، 61900 متوزعة بين المكاتب بالخارج وداخل الوطن. داخل الوطن عددها 61543، وخارج الوطن عددها 357. هذه المكاتب يؤطرها مجموعة يعني من المؤطرين، عددهم 63924 بالنسبة لمؤطرين المراكز. أعطيتكم عدد المراكز بأنه 13414، يؤطرها 63924 مؤطر. اليوم كان منهم 1746 غائب، هذا يعني التسخيرات اللي توجهوا 63924 مؤطر للمراكز، غابوا منهم 1746، تم تعويض من هذ الغائبين 712، معناتها كاين حوالي 900 وحاجه اللي ما تعوضوش، ولكن المراكز على بالك المراكز ماهيش هي اللي تمشي فيها عمليه الانتخاب. المراكز هما ملزمون بالحفاظ على الامن حول المكاتب، ثم تلقي المحاضر باش يرسلوها اللجان البلديه. هذه إذن قلنا فيما يخص المراكز. فيما يخص المؤطرين المكاتب الحاضرين اليوم اللي فتحوا المكاتب، 402988 غائبين، يعني اللي وجهنا لهم التسخيره ولم يلتحقوا في الوقت اللي درنا فيها الاعلان، يعني فلربما راهم التحقوا في 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 فيما بعد. الناس راهي قاعده هم الاهميه تاعهم في وقت الفرز، يعني يكون العدد مكتمل في 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 وقت عمليه الفرز. اذن الغايبين 14194 من مجموع 402980، يعني حتى كي نحبوا نشوفوا النسبه راهي 0.4 يعني 4 أو 5 بالمئة. هذه المعطيات يعني اللي ما يخص يعني المؤطرين. ودوكا نسبة المشاركة على الساعة 10 داخل الوطن، عدد المصوتين وصل 889658، إذن بنسبة 3.78% على الساعة 10. خارج الوطن عدد المصوتين 28045 بنسبة 3.11%. لاحظوا هنا يعني تناسب قطعي بين المشاركة خارج الوطن والمشاركة داخل الوطن. هذا يعني معطيات اللي حبيت نعطيكم لسيداتي وسادتي، بخاصة معطيات أخرى يعني متعلقة بكل ولاية يظهر لي ماهوش فيها فايدة باش نسردوها الآن، لكن يكون المعنى تاعها يكون أكثر يعني في 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 في, 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 في الحصة الأخيرة باش نعرفوا يعني التوزيع للمجهود في عبر كل الولايات، كل ولاية على 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 حدة. هذه يعني ما لدي ان نفيدكم به في هذا اللقاء الاول. اضرب لكم موعد
في إن شاء الله الحصة الثانية. سيد شرفي قبل ذلك. سيد شرفي قبل ذلك رانا نشوفه في هذا الكرة الأرضية ما ننساوش. هناك معطيات تكنولوجية ممكن تكلمنا عليها. تسمحوا لي كنا نجاوب لأخت سوسم. تفضل. هذه بوصلت إليه السلطة الوطنية الشرطة. هذه هنا الكرة الأرضية. واللي تشوف فيها هذيك وين تسقط هذوك المنحنيات كامل هذيك الجزائر العاصمة. شوف ومن والمصدر نتاعها المكاتب السلطة الوطنية المتوزعة عبر العالم. شوف تلاحظي كاين الفرما كون نشوفوا نلقاو كاين مكاتب راح يطفى الضوء نتاعها معناتها وصلوا وقت الغلق في البلد مثلا اللي راه من الآن في, 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 في اليابان. نعم. ولا كذا راح يقفلوا خطر وقت الغلق وعكس ذلك نشوفوا بالمقابل وين الشمس هي قاعده تطلع نشوفوهم يبداوا يشعلوا باش نعرفوا احنا غير بالنظر نعرفوا المكاتب نتاعنا اللي البلدان اللي راهي مكتوبه فيها والبلدان اللي ها هي الجزائر العاصمه كل شيء المعلومات راهي زي الان راهي عندنا في السلطه الوطنيه وهذوك تشوف هذوك عدد المكاتب تاعنا وين موجودين. هذا شيء جميل يعني هذا التطور التكنولوجي اللي وصلت به للسلطه الوطنيه. بلحظه هكا كي نشوف كيما هكذا نعرف عندي مشاكل في البلاد الفلاني ولا حاجه ناخذ الهاتف نعيط للمنسق اعطيني البوينت سيتياسيون. نعم فوالا. شكرا لك السيد محمد الشرفي على كل هذه المعطيات. اذا كان عندك كلمه ربما تفضل. الله يبارك فيك بنتي. الله يهنيك ان شاء الله. انا نرحب بكم على كل حال. هذه على بالكم راه اول مره وانا جاها راكم حاضرين في المباشر. ما تنساوش في 2012 كنت حضرت لاول مره